منظومة باور 373 الصاروخية هي منظومة دفاع جوي صاروخية متنقلة بعيدة المدى إيرانية الصنع، والتي تضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية S-300 ومنظومة باتريوت الأمريكية. وتطلق هذه المنظومة الجوية صواريخ الصياد الإيرانية الصنع، حيث يبلغ مدى صواريخ منظومة باور 300 كيلومتر وقوة تدمير الأهداف حتى ارتفاع 27 كيلومترا، وتستطيع رصد الطائرات المعادية من مسافات بعيدة. لها القدرة على تدمير الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والطائرات الحربية، أي أنها تدمر عدة أهداف في آن واحد، فهي قادرة على اكتشاف ما يصل إلى 300 هدف وتعقب 60 هدف آخر والاشتباك مع 6 أهداف بوقت واحد ومواجهتها بستة أسلحة مختلفة. كما لديها أكثر من 6000 عنصر أو ما يعرف بالعيون المركبة، كل منها عبارة عن رادار وتستخدم لمواجهة الصواريخ الباليستية. وقد صممت منظومة باور الاستراتيجية للدفاع عن الأماكن الحساسة داخل إيران كالمنشآت النووية والمعامل الكبيرة والمطارات وغيرها من المنشآت الأخرى.